مساء الخير ورمضان كريم. نعاد عليك وعليك وعلى السنين كلها ان شاء الله. استاذ شو تقييمك على الاربع ايام اللي مرقوا بالمعرض وكيف بتلاقي الاجواء والمشاركه والفعاليه؟ اول شيء الانجاز كان ضخم. ما تنسى القرار اتاخذ من الفريق انه نعمل هالمشروع ثلاث اسابيع ما ابتدينا فيه. فبعتقد الانجاز كان ضخم، هذا بفرجي على حسن الاداره، هذا بفرجي انه في نوع من الثقه ومقتنعين بهالمشروع. انت اللي هون اللي بيكون عندك فريق مقتنع بالفكره ومتبناها بصفي باعتبارها ملكه بيتصرف فيها على الاساس. الشيء الملفت انه الالافات الاشخاص اللي كان عم تفوت كل يوم معظمها ما كان حدا بالاخر، يعني كل شيء كان مش دعوه خاصه، كان دعوه عامه. لما بيكون في عندك دعوه عامه والعالم تيجي بالالافات يعني مقتنعين باللي عم يشوفوا. الشيء الملفت انه كل هالعالم كانت عم تشوف الامور ببصمه وضحك، ما كان في اي شيء يلي بيخرجي انه بالاخر العالم كان زعلان. الشيء الملفت انه خارج هالساحه هون تنقولها هالديوانيه اللي عملناها بتلاقيهم مزعوجين، خايفانين، زعلانين، فاقدين الامل. بفوتوهم الاعلام بموضوع السني والشيعي والمسلم والمسيحي. فنحن هون كل هالجمعيات قاعده جنب بعض، السني والشيعي والدرزي والارمني والماروني، وغريب كلياتهم كانوا عم يحكوا مع بعضهم وما كان في اي مشاكل. هيدا هو يلي لازم بالاخر تكون صوره لبعض. ثاني شيء الوضع الاقتصادي سيء في البلد. لما انت بتشوف كل هالمبدعين، كل هالاشخاص الناجحين، المصممين، الفنانين يلي عملوا كل هالشغل يلي كل بضاعتهم عم تنتشر بالعالم، لما بيجي هون بيقعدوا جنب الجمعيات جنب الجامعات، هيدا هو الصورة اللي بدنا اياها تطلع على لبنان. انا بعتقد كان مشروع ناجح، كان بعتقد الادارة كانت كثير بالعقل الشغل اللي انشغل فيها. العالم كان كلها مبسوطة، شفت بالاخر طريقة كيف العالم كانت يعني بالحفلة التدريبية، الاشخاص اللي كانوا مشاركين لا يعلى عليهم، والعكس هلا عم يجي كثير ناس بيقولوا ليه ما قلتوا لنا؟ هلا طبعا كان اول مشروع، هلا العالم ما شافت انه فينا ننجح المشروع، انا بعتقد السنه الجايه رح تكون اكثر كثير من ان شاء الله. يعطيكم العافيه.